حزب العداله والتنميه يقول ان حزب اخنوش يشتري الدماء وسخر السماصريه، سخر السماصريه ثم سخر الوسطاء في هذه الانتخابات. 92% مقاطعين العمليه الانتخابيه، ما معاهدوا ما معاهدوا، هذا رقم بوحده خلي الدوله المغربيه توقف. واش عارف شنو ممكن يوقع وراء عيد الاضحى بالنسبه للحم؟ لا قدر الله، تمنى الله عز وجل. انا ما كنستبعدش اللحم يولي يدير 4000 ريال و3000 ريال من مر مقارنه مع في العلاقه بهذا القطيع اللي كاين دابا. وبعد خوتي المغاربه مرحبا بكم، الرشوه دايره والتسمصير وشراء الدمم وتسخير السماصريه وتسخير الوسطاء. شكون اللي دار هادشي؟ رئيس الحكومه عزيز اخنوش، الحزب ديالو دار هادشي باش فاز بالمقعد البرلماني والانتخابات. شكون قال لنا هادشي؟ قال لنا حزب العداله والتنميه في بلاغ فلاغ، يعني شافوا العموم. ثم واش هاد العام على العيد ولا ما على العيدوش؟ واش كاين شي عيد اضحى ولا ما كاينش عيد اضحى؟ هادو جوج نقاطات غنوقف عندهم في هذه الحلقه. قبل منها خليوني نوقف عند هذه النقطه الصادمه. وانا مره كنبدا نقلب كنشوف هاد اعضاء مكتب مجلس النواب اللي تشكل الاخر، واحد السميه وقفت عندها سميتها ناديه بوزندوفه. ناديه بوزندوفه هذه استاذه معلمه، معلمه ديال اللغه اعتقد الفرنسيه، حتى عندها الاجازه الفرنسيه، معلمه ما معروفه لا مستشاره دازت لا تاريخ سياسي نضالي، دازت باللائحه النسائيه. تعرفوا اللائحه النسائيه كيعتبروها عدد من الناس المصلحين بانها ابشع اشكال الريع السياسي. مثلا انا حميد المهداوي، اعطيكم على مثال، انا في حزب الاحرار عندي شرعيه عندي شعبيه كيصوتوا عليا الناس بزاف، بغيت نطلع معايا امراه في الحزب ديالي الناس ما كيجيو يصوتوا على حميد المهداوي كروه الحمامه، هي حدايا كيديروا لها كروه وكدوز اللائحه النسائيه. ما تنافس ما كاين اطروحه ما كاين حتى شي حاجه، وصلت الى البرلمان. وانا كنعرف عدد من الطاقات في حزب البام نساء، نهضروا في الجانب ديال النساء، داك الراعي الجيل الاول ديال البام، مؤسسات استادات جامعيات، كاينه طبيبات، كاينه كوادر وطاقات برا راهم في اوروبا دابا ديال البام. ما استفدتوش كاع من هاد التجربه ديال البام، ما وصلوا للبرلمان، ما وصلوا للدواوين، ما وصلوا لوالو. اللحظه اللي كان البام كيتبناو لسنوات، ناديه بوزندوفه ما كاينش. ناديه بوزندوفه لا توجد، ملي كنسول عليها كيفاش جات، فقط ان واحد السيد سميتو يعني سمير كودار. سمير كودار تيقول لك هو السيده كيتيق فيها، كيتيق في كفاءتها وكيتيق، ماشي غنقولوا زعما جابها غير هكاك، على حسب ما كيقولوا هو سمير كودار كيتيق فيها، كيعتبرها انها تستحق هاد انها تكون برلماني. دابا سمير كودار بعدا براسو، انا كنناقشوا الناس كيفاش كيكونوا بساط كيوصلوا للبرلمان، وانا ما كان كانسان له كل التقدير والاحترام، ولكن كنناقشوا عاد انا كنعرف الحزب باش كتوصل له خصك تكون. دابا سمير كودار شنو هو تاريخه النضالي؟ شنو هي مسيرته النضاليه مثلا؟ حتى واحد العدد كتلقاه اصعب رقم في البام في الجانب التنظيمي. على مستوى الاجتماعي انسان مواطن بسيط، يعني كان خدام في الضوء كيفرق الاوراق، وتحيه لموالين الضوء، ماشي تما المشكل، ولكن باش تكون كتفرق الضوء بالموتور واحد اللحظه كتلقى راسك من عيليه القوم السياسي، الامر الناهي حسب بعض قواعد البام. والى جانب الثروه اللي عنده دابا، هو هادشي راه قالته جريده الصباح، راه مشهور ماشي، وحنا ما كنشكوش فيه، يقدر يكون باع وشرا وخدم، داك الشيء كيبقى ما عندنا حنا ماشي قضاء. دابا هاد السيده هادي فين كاين وجه الغرابه في هاد القصه؟ تبعوا معايا خوتي المغاربه. اعضاء المكتب محمد الحموتي المعاصر الاستقلال، حتى كنلقى ناديه بوزندوفه، شكون هي ناديه بوزندوفه؟ تشطيب على برلماني مسلك الدكتوراه بجامعه طنجه. دابا هاد السيده اليوم هي الامينه ديال المجلس. بلاصه من؟ بلاصه بودريقه. بودريقه بدوا صاحب، بعد هاد الموقع شوف اش كيجيبوا له دابا الناس. عندك عندها الدوسي مشطب عليها كبرلمان، علاش شطبوا عليها؟ عندها الاجازه في اللغه الفرنسيه، مشات لمدرسه مؤسسه خاصه في اكادير وجابت واحد الماستر. شوف 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 اسفي هبطت لاكادير جابت ماستر، وفين مشات؟ طنجه تسجل في الدكتوره. فاش؟ في القانون العام، وهي عندها ادب فرنسي. اش علاقه الادب الفرنسي اجازه؟ بداو كينبشوا لها ويبحثوا، كتخرج لجنه من وزاره التعليم العالي وكيشطبوا عليها. دابا السيده اللي شطبوا عليها، اللي شطبوا عليها فهاد، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تصبح امينه ديال اش؟ امينه ديال اين مجلس؟ مجلس النواب.
اللي فيه كتصنع القواعد القانونية. شنو هي القواعد القانونية اللي كتنظم حياة المغاربة أفراد وجماعات؟ تما كتصابوا القواعد القانونية. شنو كدير هي؟ هي بحال كتشي بالضبط ديال المحكمة، تقارير ديال الجلسات، إلا كان التصويت هي اللي كتقعد تحسب عدد الأصوات. شوف هذا المهم، من شوف هذا المهم، إلا كانت هي أدب فرنسي بسجلت في الدكتورة وشطبوا عليها. فوكاش نوصلوا في المغرب؟ أنا بغيت شي لحظة فوكاش غنوصلوا للمغرب الواحد، إنهار المغاربة نوصلوا لهذا المستوى، عرفوا بدينا نتقدموا، يولي تكون عندك غير شبهة غير شبهة غير شبهة. خلي المؤسسة بيضة حليب، أعطيها ثقة. واش أنت عندك شيك بدون رصيد؟ شيك بدون رصيد وأنت لاباس عليك، وأنت ما مخلصش الضرائب للدولة تقريبا شي ما عرف مليار و200 مليون وغير هادي، واخا تكون مطلوب ما يمكنلكش ترأس مجلس النواب وأصبح رئيس مجلس النواب بطريقة بداك الشيء ديالو أمين المجلس، أخنوش براسه وداخله ب 17 مليار ليه والمحروقات وكل شيء وهبي كيهاجمه أخ، وهادو اللي هادو اللي بحالفين معاه تكرفصوا عليه أخنوش قبل الجهة، تكرفصوا عليه الآخر كيقولوا رجع ب 17 مليار، رجع 17 مليار. واش يمكن نعفي أخنوش على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقة المغرب بالكفاف يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود؟ الاخر كيقولوا ها الاخر كيقولوا 17 مليار هذا وهبي، وهي 17 مليار دابا وقع لها 40 مليار، والاخر كيقولوا ذاك نزار بركه كيقول له هذه فواحش ارباح فاحشه راك مت. سنسقف اسعار المحروقات، لماذا؟ لانه شفنا من دار التحرير والقرار اللي دارته الحكومه السابقه انه الشركات رفعت من الهوامش الربح ديالها على حساب المواطنين والمواطنات، في الواقع فضلت أن تزيد الأرباح على حساب الجيب ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي وصلت أنه زادت الأرباح 300%، وبالتالي سنعتبره بأن هذا جشع. شوفوا تهموه في ذمته، شوف وبعد تحالفوا معه هو الرئيس ديالهم هذاك اللي تهموه، كاين شي سوريالية كاين شي عبث سياسي في البلاد أكثر من هذا؟ هذا هو الوضع. وهاد السيده دابا اللي مشطب عليها والدكتوره كتولي اليوم امينه المجلس، وقول له الحلاوه شنو هي؟ ويطلب منك انت كمواطن ولا كمواطن تيق في العمليه السياسيه وتحترمهم سيدي، حلل وناقش، وتلقى المغاربه كيتحاكموا على التدوينات على راي هذا، وتلقى المغاربه الطاقات مساكن برا في الخارج، وتلقى ناس وتلقى واحد راسو عرفتي عامر عنده شي بوست مسكين راه يابس في الثلاجة في شي بوست في شي إدارة مسيكي، شكون غيشدو كوي؟ ها هو دابا شوف السيدة باق شحال ديال الطاقات ديال البام، فين هما مساكن؟ شكون يعرف نادية بوزندفة؟ ما نعرفهاش، ها هي برلمانية، ها هي في أمينة في المجلس تا هي غنبقى نشوفها حدا، غنبقى نشوفها تا هي كت جالسة حدا حدا السي رشيد الطالبي العالمي. هو راه ما بغيناش نناقش، تعرفونا محترمين راسنا، هاد السيده هادي راه في الصفحه واحد الوقت جبدوا بعض حياتها الخاصه، حياتها الخاصه من بعد ما ولات برلمانيه وكل واش كيهضر، واش تعرفوا هاد القناه محترمه؟ حنا ما كناقشوش الحياه الخاصه الافراد. لاحظت مشيت لها المنصب وفي علاقتها بداك التشطيب كيفاش، واش دابا با ما عندك حتى واحد اخر تحطوه؟ انا بغيت نفهم هاد البلاد السعيده شنو واقع فيها. ديك المره البرلمان الاوروبي هاجم علينا، هاجم عقلتوا المغاربه؟ البرلمان الاوروبي اش كيقول على المغرب؟ نوض انت حيز الحركه الشعبيه وسير بلاصي ليا مبدع في رئاسه لجنه العدل والتشريع، ومبدع عنده الملفات قد نهر ملويه ولا سبو عامر وبلاصاوه. انا ما بغيتش نفهم كيكون شي واحد عامر عارف عامر ملفاته كيبلا هذا رئيس مجلس النواب، هذا رئيس الفريق ديال البام، هذه امان، ما عرفتش علاش بعد هادو اللي كيكون عندهم ملفات كيتبلاصاو في المسؤوليات. وعلى الاقل توارى والله ورا سيدي ما كيما، خلينا في مواجهه الناس. بغيت علقة بنادم ما عندوش مسؤوليه، ما عندوش مسؤوليه مع كامل الاسف. نمشيو دابا لهاد عيد الاضحى. دابا انا اخر الاخبار اللي كنسمع دابا مصيبه كحله، مصيبه والله حتى مصيبه بكل ما تحمله الكلمه. المغاربه المغاربه راه كنهضروا معاكم بمنتهى المسؤوليه، واش عارفين شنو ممكن يوقع من مور عيد الاضحى؟ واش عارفين شنو ممكن يوقع مور عيد الاضحى بالنسبه للحم؟ لا قدر الله، تمنى الله عز وجل، انا ما كنستبعدش اللحم يولي يدير 4000 ريال و3000 ريال من مر مقارنه مع في العلاقه بهذا القطيع اللي كاين دابا وبعد. و
سي صديقي كيقول لك اسيدي غادي نجيب دابا هذا العام عاوتاني غيجيبوا اللحم الغنم ديال اسبانيا وشحال كيعطيو لهادو اللي كيجيبوا 500 درهم لكل خروف. واش اخر الاخبار اليوم الصباح كنهضر مع شي واحد في اسبانيا شنو قال لي؟ قال لي الخروف عندنا ب 500 درهم. قال لي شير الخروف مخير ب 1000 درهم. قلت له كيفاش؟ قلت له حنا 500 درهم كنعطيوها على السيد اللي غيجيب لنا الحاوي من اسبانيا. وقال لي راه فابور جايبو. قال لي كتدعمو ب 500 درهم؟ قال لي هنا كيدير 500. قال لي راه في الجمله يمشي شي عاب 40 اورو. قال لي 20 بالجمعه. وهاد ال 500 درهم بغيت غير نفهم السي صديقي دابا هاد ال 500 درهم ما كتعطي لهاد عباد الله ما عرفناهم شكون هما واش منكم ولا منين. وملي كيجي هنا انت كحكومه واش كتراقب له؟ عملوا شحال تباع لكم الغنم المغاربه؟ مدعمه الدوله ب 500 درهم؟ شوف شوف وحاجه اخرى لا ضرائب لا لا, لا جمركيه والو كيدخل وزيد عليه الدعم 500 درهم وكيبيع لك الحاولي هنا بشحال ما بغى بالغلا. انا ما عرفتش هاد صديقي شنو هي كفاءته شنو هي طاقته شنو هي قدراته الا ما لقيناش حلول في عيد الاضحى لا ما لقينا شنو حتى شي حاجه. هيا بطاطا دابا ب 3 دراهم واش كيسحب لكم بطاطا ب 3 دراهم زعما امر مزيان ولا اي مزيان للاستهلاك؟ دابا خصكم تناقشوا بالفلاح شحال طايحه عليه وشحال كيبيعها دابا واش كل يولي يفلح لك بطاطا من بعد؟ الزيتون انتم كتشوفوا اللي عنده الزيتون هذا العام ما دارش ديك النواره يعني العام الجاي عقلوا عقلوا المغاربه تقول قالها المهداوي العام الجاي تلقاو الزيت ب 200 درهم ليطرو 200 درهم ليطرو تلقاو العام الجاي الزيت. شنو هو الدور ديال هذه الحكومه؟ انا اريد ان افهم شنو هو الدور ديال الحكومه؟ وشحال قال لك مرقمين دابا 2 المليون اللي مرقمه صالح هذه الذبيحه شحال كندبحوا هنا؟ كندبحوا قال شي 8 المليون اعتقد 8 ولا 7 والله ما عقلت. وشحال قال كيجيبوا 600 درهم وهاد الاحصائيه شكون كيعطيها بعدا؟ راه غا الخواص. وسؤال اخر سي وزير الفلاحه دابا هاد الغنم منين كتدخل؟ علاش ما هذا هو اهم سؤال في هذا المحور. علاش ما كتدخلش بصلاحيتك كحكومه وعاطيك الماده 3 والماده 4 من القانون ديال المنافسه؟ علاش ما كتدخلوش تحدوا الاسعار؟ علاش؟ ها هي واضحه الماده قرا عليكم المغاربه اش ما تقولوش غير كنهضروا على الحكومه ولا غير كنظلموها. ها انتم المغاربه القانون ديالنا نقرا لكم القانون ديالنا اخوتي المغاربه. القانون كيقول الماده 4 نبداو بالماده 3 يمكن فيما يتعلق بالقطاعات او المناطق الجغرافيه التي تكون فيها المنافسه بالاسعار محدوده اما بسبب حالات احتكار قانوني ومن فعل دعم الاداره لبعض القطاعات او المواد عند الانتاج او التسويق او بفعل صعوبات دائمه في التموين اما نتيجه احكام تشريعيه او تنظيميه كذا ان تنظم الاسعار من لدن الاداره بعد استشاره مجلس المنافسه وتحدد كيفيه التنظيم. الماده 4 اش كتقول لك؟ لا تحول احكام الماده 2 و 3 دون امكانيه قيام الاداره بعد استشاره مجلس المنافسه باتخاذ تدابير مؤقته ضد ارتفاع انخفاض فاحش في الاسعار. علاش الحكومه ما كتدخلش تحدد تحكم في الاسعار وعندها هاد جوج المواد من قانون المنافسه؟ علاش؟ لا في المواد الغذائيه مكتطلع لا في المحروقات لا في علاش انت هي كدوله ولا كحكومه منين غتعطي لهاد السيد يجيب لينا الخروف ومن مالنا احنا المغاربه تعاوني ب 500 درهم؟ غتعطيه 500 درهم باش يجيب لنا نعيدو، هو شاري الحولي ب 400 درهم ولا ب 500 درهم، وكتزيد شي 500 درهم وما كيخلصش حتى شي ضرائب، ومن يجي هنا تخليه يبيع باش بغى، وعندك انت القانون تيقول لك اسيدي على الاقل غتعطيه 500 درهم وتحكم فيه، جبتي الخروف ب 500 درهم مزيان، ها غتباع الغنم هذه غتباع ب 800 درهم، علاش تخلينا عرضه للصماصريه والشناقه قاسم كيفركتوا في عباد الله اخوتي المغاربه؟ علاش اخوتي المغاربه؟ مع كامل للاسف غنمشي دابا لهاد الفضيحه ديال حتى هي مهمه بزاف. حزب العداله والتنميه قال لك حزب العداله والتنميه يقول ان حزب اخنوش يشتري الدمم وسخر السماصريه سخر السماصريه ثم سخر الوسطاء في هذه الانتخابات. واش اخوتي المغاربه كتعرفوا اخر الاخبار المفزعه على انتخابات فاس؟ اسمع قال لكم في هذا السياق فقد حصل مرشح حزب الحمامه خالد العجلي 9767 صوت متبوعا بمرشح حزب العداله والتنميه 3800 صوت. شحال فايتو؟ بشي 6000 صوت. هذيك والبام والبيجي تقول كتشي فيه شراء ديمو التصمصير. ثم مرشح حزب الاتحاد الشراكي ب 2600 صوت وحسب المعطيات المتوفره
فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية 8.8%، إذ بلغ عدد المصوتين 22,258 من أصل 252,000. نعاودها المغاربة نارية، المغاربة تصنتوا، المغاربة تصنتوا في الانتخابات. شحال واحد شارك؟ شارك 22,000 اللي مشى شارك من الناس المسجلين. شحال اللي مسجل اخوتي المغاربة؟ 252,970. إذا شحال نسبة 8%؟ 92% مقاطعين العمل الانتخابي، ما مع هادو ما مع هادو. هذا رقم بوحدو خلي الدولة المغربية توقف. علاش كنقول، علاش كنقول لبعض الناس مع كامل الأسف، عنوان ديال عنوان ديال القوة وعنوان ديال اللي كيعطيك الاطمئنان والثقة، راه ماشي أنه فقط الناس يكونوا واكلين وشاربين ونشوفوا الضوء ونشوفوا الطابعة ونشوفوا الطرقان. راه أكبر ناقوس خطر هو نهار الناس ما يبقاوش يشاركوا معاك في العملية السياسية. المنظرين والمحللين ديال الثورات تيقول لك كيفاش كتجي الثورة في الشعوب؟ لا قدر الله، فوقاش كتجي الثورة ولا الانتفاضة؟ نهار اللي كيفقد الشعب الثقة في الحاكمين، هل ولا عقلوا عليها؟ ما تيبقاوش يثقوا في الحاكم. العملية الثانية المهمة، نهار اللي كتولي عملية الإنتاج معقدة، ما كيبقاش تنتج الأرباح، ما كاينش الخدمة، صافي كيوقع واحد بلوكاج في الاقتصاد. نهار اللي ما كيبقاوش يثقوا الناس في الحاكم، ونهار اللي كيوقع المصالح كتوقف. وشنو هي العنوان ديال اللا ثقة؟ هو أن الناس ما كيبقاوش يصوتوا. فوقاش كتحكم على شي نظام أن صحته بخير، نظام حيوي، كتكون المشاركة السياسية. ما معنى لأن المشاركة اش كتعني؟ الرضا على الحياة السياسية. الناس كيمشيو يختاروا هذا ولا هذا، عجبهم بلادهم مشاو كيختاروا، عندهم كاين عروض عجبهم هذا. عرفتي الناس ملي كيخرجوا يصوتوا يرفضون الحياة السياسية، وملي كترفض الحياة كترفض الفاعلين في الحياة السياسية. ملي كترفض الحياة السياسية والفاعلين والطبيعة اللي تقبل الفراغ، هادشي كيخلع. لا واش يقدر يؤدي لا قدر الله. تصور عندك 252,000 مسجلين، مشى شارك لك شحال؟ شارك لك شحال؟ 8,000. عندك 252,000 اللي مسجلين ومشاو شاركوا لك 22,000. يعني 230,000 ما بغاوش يشاركوا. شكون هما؟ خصنا نقلبوا عليهم. مالكم؟ راه هنا خاص تبدا الخدمة ديال الدولة. شكون هادو اللي دار دراسة عن طريق السلطة والداخلية؟ مال هاد الناس ما صوتوش؟ مالهم؟ خصنا نفهموهم. واش ما عاجبهم حتى حاجة؟ واش مدوعشين؟ سمحوا لي على التعبير، مع احترامي لهاد الناس، أنا كنطرح كنقول خاص الدولة تفهم. لا هذا 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 مؤشر، هذا هو الدراسات كتجي. علاش هادو ما صوتوش 200,000؟ مالهم؟ مالهم زعفانين؟ هذه خصها تكون حلقات نقاش عمومي، تفتح التلفازة وتفتح في كذا، ولكن مع من تهضر؟ أنا ما كيطلع أخنوش ولا طلع فلان، وأنا عندي القنبلة في هذه العملية. كيفاش عندي 250,000 وشارك لي 230,000 قاطعة؟ علاش قاطعوا هاد الناس الانتخابات؟ بما ما عاجبهم حتى واحد، لا با لا عدل وتنمية لا الاتحاد الاشتراكي، لا ما عاجبوش هذا، ما مشاش كاع مرة كاع، ما عندهم يدير بيك، كارهك. بمعنى احنا غادا واحد الوقت اللي عتولي المشاركة صفر، بمعنى آخر غادا واحد الحياة ما عبقاش فيها الأحزاب السياسية. واش كاين شي تصور آخر للدولة ما فيهاش الأحزاب السياسية؟ ولا ما كانوش عندنا الأحزاب، اش غنديروا بالبرلمان؟ البرلمان لاش، البرلمان كيجيو الأحزاب. ولا ما بقاش عندنا البرلمان خدام، غتبقى لنا غير السلطة القضائية، غتبقى لنا غير السلطة التنفيذية. ولكن السلطة القضائية باش غتخدم؟ راه بالقواعد اللي كدير السلطة التشريعية، إذا أنت السلطة القضائية ما تبقاش. والسلطة التنفيذية اش كدير؟ هي كتنفذ، ولا ما كان السلطة القضائية؟ وهي هذه. حيت الا مشات ديك الحياه، منين كتجي لهاد المؤسسه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه، هاد الحكومه، منين كتجيو نتوما الدوله كل؟ راه كتجي من المشاركه ديال البشر، كيصوت، ملي كيصوت كنصاوبوا الحكومه وكتدور الحياه. واش هذا مؤشر؟ واش هذا نقاش بسيط اخوتي المغاربه؟ عندك المشاركه على هذا الصعيد. نقطه اخرى خطيره جدا حتى هذه، بخصوص هذه عاوتاني غنوقف عندها مزيان. سمعوا المغاربه، حزب العداله والتنميه دار لنا بلاغ على هذه الانتخابات، قال لك استنكاره واستهجانه للممارسات المشينه وغير الديمقراطيه التي قامت بها بعض الاحزاب وخاصه حزب رئيس الحكومه، حزب اللي كنتسناو بركته، الفقيه، حزب الفقيه الذي اضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبالي بالقوانين والسلطات، شراء الدمم، تسخير الوسطاء والصماصه لافساد العمليه السياسيه.
أول إشارة يمكن استشفافها من هذا المقطع شنو؟ أين هي النيابة العامة؟ دابا التبليغ كي كيكون ها هو حزب كيبلغنا عن طريق بلاغ بجريمة شراء الدماء. أول حاجة لا بغينا نقطعوا مع الفساد، ولا بغينا نقطعوا مع العبث في البلاد. أنا مواطن مغربي بسيط، كان تيقى سيدي في حزب العدالة والتنمية، الحزب اش قال لي؟ قال لي شي دوك اللي نجحوا راه دوروا عطاو رشوة، إذا شراو الأصوات بالرشوة. من معنى كتقول رشوة؟ جريمة. شكون اللي كيبت في الجرائم؟ مسؤولية ديامل النيابة العامة. دابا ولا عمقا ونخليو هاد التصريحات تخرج للشعب المغربي هكا، وغدا تقولوا المغاربة زعزعت ولاء الناس في المؤسسات. دابا ملي كتسمع المرة المغاربة مبقاتش عندهم الولاء للمؤسسات، مثلا كنعقل على النشطاء الريف من جملة التهم اللي كانت عندهم تحريض على يعني الولاء للناس. دابا انا لقالي دابا البي جي دي راه كيزعزع تيقتي في الولاء للمؤسسات. علاش؟ انتخابات دازت بالرشوة، مدارة رشوة، وشكون اللي مسؤول على الرشوة؟ حزب الحكومة اللي كان، وشكون اللي خصو يبحث في الرشوة؟ النيابة العامة ما دارت والو. إذا في آخر المطاف شنو نرجع يرجعوا لنا ما بقاوش تيقول الناس في المؤسسات. شي شنو كنزرعوا؟ الإحباط. وغدا من يخرج شي واحد يسعر ولا كذا إهانة هيئة منظمة. إهانة هيئة شحال من واحد شاف هاد إهانة؟ دابا هذا ماشي إهانة، شحال من منظمة؟ بعد أولا فين هي النيابة العامة؟ هاد السيد راه كيبلغوا على جريمة. واش هاد التبليغ حقيقي ولا كيدي؟ واش كيبلغوا على جريمة حقيقية ولا على جريمة خيالية؟ القانون ما كيرحم حتى واحد. إلا كانت جريمة حقيقية اتبعوا الجنات. كانوا كيبلغوا على جريمة غير حقيقية راه الفصل 194 واضح. هنا لا بغينا نحترموا الدستور، جميع المغاربة متساوون أمام القانون. إلا حزب العدالة والتنمية، وإلا حزب أخنوش، وإلا وزارة الداخلية، ما كاينش إلا في الفصل واضح جميعه. ها هو حزب يبلغ عن جريمة. وعلاش هذا نعطيه 4 سنين، هذا نعطيه 5 سنين تدوينة، طاوجني 4 سنين، هذاك ديال محمدية 5 سنين، هذاك الآخر 3 سنين، هذا 3 سنين، هذا 10 سنين، 20 عام. وهذا الشيء دابا كان سمعوا المغاربة، سمعنا الدمم والشراء والبيع والشراء والتصريح وزعزعة الولاء والإهانة واللي بغيتي. شنو غنديروا؟ شنو وشكون اللي النقطة الثانية، شكون اللي كيشرف على الانتخابات؟ وزارة الداخلية. إوا شراء الدمم كان أمام أعين الداخلية ولا بعيد العيون؟ دابا هذا الخبر، هذا البلاغ ديال البي جي دي راه كيضرب وزارة الداخلية. إشراف ديالها لم يكن محيدا، شراو الدمم هذا حساب بزارة. إذا الوزارة الداخلية تقاست في صورتها. النيابة العامة دابا الكرة في عندها، رئيس الحكومة خلاص على حساب هذا الشيء. واش هذا الشيء ساهل أخوتي المغاربة؟ وفي كيجي لتحت وكيقول هو البي جي دي نيت كيتناقض مع راسه. استنكار هو استهجانه، قال الممارسات المشينة وغير الديمقراطية اللي قامت به بعض الأحزاب وخاصة حزب رئيس الحكومة الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف غير مبالي بقوانين شراء الدمم وتسخير الوسطاء والسماسرية. وفقرة أخرى شنو قال؟ شوف باش تعرفوا هاد الأحزاب راه شوف هاد البي جي دي شحال يدير. قال لك شكره كل السلطات المعنية على التزام الحياد الواجب دستوريا وقانونيا ودعوته لجهة المسؤولية ضرورة بلورة خطة لتكريس الحياد الإيجابي. شكر السلطات على حيادها والتزامها الواجب. إذا وزارة الداخلية كانت محايدة ما دارت حتى حاجة. وشنو هو الحياد؟ أنا بغيت نفهم شنو هو الحياد، أنا شنو المقصود به؟ ما معنى الحياد؟ كانوا من بعيد كيشوفوا، وهاد السمسير كان شباك ولا ما شافوش؟ شنو هو شكل الحياد؟ وما معنى الإشراف؟ بعد شكون السلطات المعنية هنا؟ شنو شكره كل السلطات المعنية على التزام الحياد الواجب الدستوري والقانوني؟ هذه فقرة ملغومة. السلطات المعنية شكون هي؟ التزام هي الداخلية. يو الداخليه ما عندهاش الحق زعما الضبط ديك السماسريه وهادو ما عندهاش. القائد ماشي ضابط شرطه قضائيه، البشمال ماشي شرطه قضائيه، شكون اللي يشرف على هادشي؟ عاش افسروا لنا، حسبونا ما قارينش. واش القاضي راه هو عنده المهام ديال الشرطه القضائيه؟ القائد الخليفه حتى هو راه من اعوان الشرطه القضائيه، الخليفه راه من اعوان الشرطه القضائيه. يقولوا لنا دابا وضحوا معنا، قلتوا لنا شراء الدمم والتسمسير وكذا، والسلطات المعنيه نشكرها على حيادها، حلل وناقش. هذا هو اللي قالوا كيكو كيبخ. حلل وناقش، يعني لاساسي حنا هما يسجلوا موقف. شوف دابا هذا اللعب الخطير. غازلوا السلطه بقوا معاها مزيان باش ما تكون لا متابعات لا والو. وفي نفس الوقت حنا كمواطنين بوسطاء خشاو لنا في راسنا راهم ضحايا ديال التسمسير والتشلهيب. غنقول واحد القضيه لحزب العداله والتنميه السي بن كيران.
وهنا واحد النقطة مهمة. تبع الغريب في هذه النتائج اللي فازكم بها الأحرار، وأن هذا الحزب اللي كيقود الحكومة ما كاينش شي حزب في تاريخ المغرب حاصد غضب شعبي قد الحزب الأخنوش، ولكن ملي كتجي الانتخابات كيربحك. هذه خصها تتحط في امتحان حلل وناقش، كتوقعها في المغرب. حتى واحد ما كي دابا أي مغربي يسير شدو في الأحرار إلا اللي مستفد، ما كيحملوش أخنوش ولا الأحرار ولا الحكومة وكهلكوا ولادك دبوا ولادك. دير انتخابات في المغرب كامل غيربحك الأحرار. والشفوي انت وملي كتناقش مع الناس كما كان بركين واخا لا والله لا بعدا يدو نقيه في الهضره في الشفوي، هذا شنو كيعني؟ ان الناس اللي كيصوتوا ماشي ما كيعسكسوش الشارع المغربي. هذه اول ملاحظه، ان الناس اللي كيصوتوا راه لا يعكسون، واللي كيصوتوا مرتبطين بعلاقه انتفاعيه مع المصوت. هذا مشكل عميق، كل واحد عايم على كتله ناخبه والعلاقات النفيه. هذا عطيه الضرب، هذا عطيه الحانوت، هذا خرج ولده من الحبس، هذا فلان، هذا فلان. وقسم اللي مثقف والنخبه اللي زوينه شي شويه فيها شويه ديال الضوء راجع اللور وكتفرج وكتغدد ورجع اللور وكتفرج. ماشي ما كيعني انها ما معنياش، معنيه، لان في اخر المطاف داك الشيء غيعطيك سلطه حكومه ولا مجالس، وهذيك السلطه وديك الحكومه اللي خارجه من ديك العمليه السياسيه المعلوله اجراءاتها وقوانينها غتنسحب على دوك اللي راجع اللور. فيك الدق وانت كتشوف ما قادر دير حتى حاجه. علاش دابا الناس كيصوتوا على هذا؟ علاش علاش علاش؟ وعندي واحد السؤال اخر للسي بن كيران دابا مهم، ونتمنى تسع صدرك السي بن كيران. دابا هذا الحزب هذا ديال السماصريه دابا انتخابات دازت بالسماصريه والرشاويه واللي بغيتي، شكون جابو؟ شكون فاق فيه؟ ماشي انت؟ نسولك نعطيك عاجوج بلا ما نقول الهضره بزاف، ياك انت اللي قلتي لهم ندير الحكومه تجي اخرج من فرنسا، ياك انت اللي قلتي للطالب العالمي والله ما كنتي رئيس مجلس النواب لا درنا صوبنا هذه الحكومه، ايوا انت دابا اوضح معانا. دابا كتقول السماصريه والشماكريه وما عرفتش كتقول السماصريه، ولكن انت راك جبتيهم بجوج. راه علاش المغاربه راه ماشي راه علاش المغاربه ما بقاو تيقوتها في شي واحد؟ ها انت يدك نظيفه. دابا السي بن كيران راه كنبغيو، راه كتجي شي موقف كنوقفوا معاك وتنبداو نعضوك، ماشي كنبغوش نكونوا، ولكن ملي كنجلسوا لحظه حقيقه كنتاملوا تنقول ها انت جيتي دابا تخدم مع هادو اللي كتعطيهم من السماصريه، والله تخدم معاهم وكنتي معاهم وتدخل معاهم، شنو صحيح لا يسمح لك الوضع يعني ما كاينش اغلبيه مطلقه، كاينه ظروف، ولكن سير بحالك ما تشاركش في الحياه السياسيه. ماشي كتشارك في التحامل الانتخابي كتقول غندير وانت عارف استحاله تدير، لان ما عندكش قدره تشكل حكومه بوحدك، لا يسمح لك لا تقطيع انتخابي ولا فسيفساء، وانت عارف هذه الحقيقه وكتخبى على المغاربه وكتوهمهم اثناء الحمل الانتخابي بحالك بحال خوتك بانك لو وصلتي المغاربه حياتهم غتولي نعيم وجنه. وين فوا كتدخل كيبدا خطاب، واحد يقول لك التماسيح، واحد يقول لك جيوب مقا، واحد يقول لك الغدايد، وحاول وكندوروا في حلقتين مفرغه. انا نجيك من الاخر، انت اللي جبتي اخنوش قلتي تيكون معك، انت اللي جبتي الطالب العالمي يكون رئيس مجلس النواب قلتي تيكون معايا رئيس مجلس النواب. هما هادو شكون المهندسين دابا هذا الشيء؟ هما الجويجات، هما الطالب العالمي التنظيم، وهذاك اخنوش هو اللي كان. واخوتي المغاربه كنشكركم والى اللقاء.